في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا وكذا المرأة المعيلة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد ومعك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادي. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تستهدف بها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا، وتأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على تفعيل مشاركاتها الإنسانية والاجتماعية من خلال هذه المبادرات. قد ايه الكرتونه دي فرحت ناس كتير، كميه الكراتين اللي اتفرقت النهارده ساعدت بيوت ناس كتير قوي يا ريس. وزع علينا كراتين وساعد كتر خيرك اللي انت فاكرنا ومش ناسينا. نشكره طبعا على اهتمامه بينا ووقفته معانا، ونشكركم انتوا على اهتمامكم بينا والكراتين اللي انتوا سلمتوها لنا وبتدوها لنا دي. بيشكر من السما للارض واحنا كلنا واحد. تستهدف المبادرة توزيع مساعدات عينية على الأسر والسيدات المعيلات قاطني المناطق الأكثر احتياجا، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن بتوزيع هذه المساعدات بعدد من المناطق بمختلف المحافظات، وسط إشادة كبيرة من المستفيدين من المبادرة بدعم الوزارة المستمر لهم. تضمنت المبادرة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شملت مختلف التخصصات، قام أطباؤها بإجراء الكشف الطبي على المواطنين المترددين عليها في أماكن جهزت لهذا الغرض مع صرف الأدوية اللازمة لهم. ان في مبادره كشف مجاني، دخلت كشفت ان كشف علينا ضباط، وكان الكشف بصراحه يعني الدنيا منظمه جدا، وبعد الكشف اخذنا العلاج مجاني برضو. عملنا كشف ببلاش وعلاج ببلاش بساعه ربنا. تؤكد مبادره كلنا واحد معك في كل مكان حرص وزاره الداخليه على دعم ومسانده المواطنين بمختلف المحافظات بخاصه الاكثر احتياجا والسيدات المعيلات لتوفير حياه كريمه لهم، فهذا دور إنساني واجتماعي تحرص الوزارة على تفعيله لتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع.